ابتعاد حسين الشحات وايمن اشرف تحديدا عن التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي ده له علاقه بالشكل الفني اللي بيلعب بيه مارسيل كولر، ولا شايف ان هو ده هبوط مستوى من الاثنين لاعبين؟ لا، هو حسين دخل متاخر شويه في التيم. تعرف كان جاي من العمليه والحكايه. لا انا بشوف حسين هيبقى هايل، هيسمع الكلام ويخش ويتمرن. حسين مهاراته كويسه وهايل، وهي منافسه والجدعان عند اللعيب، لانك انت ما تقدرش تدي الحبايه كلها للعيب، انت بتديله وبتعمل وبتمرن عليك جزء كبير يا باشا. في المستقبل تستغرب لو شفت حسين الشحات باك رايت وكريم فؤاد قدامه هو اكرم هيخلي حد يقرب من باك رايت؟ لا اقول لو اكرم مثلا مريح شويه. لا لا لا، عشان لا هو اكبر على اكرم. لا ربنا يحميه طبعا. انا بتكلم ان حسين الشحات الراجل حاطه في حساباته انه ممكن يلعب كباك رايت. دي معلومه ولا معلومه؟ لا معلومه، انه حاطه في حساباته في الاختيارات مع اكرم توفيق ومحمد هاني، حسين الشحات ممكن يدي له دور الباك رايت. حسين ممكن يكون ابتدى باك رايت في المقص، لكن بقاله كام سنه بيلعب جناح. صحيح. هنا وفي الامارات. انت مش عايز يبقى عندك يعني من الحاجات اللي كانت بتبعد هاني لحد كبير العمليه الدفاعيه، الاخطاء الدفاعيه، فحسين ممكن يأديها هجومان كويس بالظبط كده. فانا بشوف ان حسين في الجناح ويخش لجوه ده مهم جدا.